الخير يا سعاد. صباح الخير يا زهرة. المدير سأل عليكي 3 مرات، انت كنت فين؟ كنت عيانه شويه، هخش اغير هدومي واروح له على طول. طب روحي للدكتور سعفان الاول شوفيه عايز ايه. هو انا مش طلعت برأي فوزي؟ امال استغنوا عني ليه؟ ومين اللي قال لهم على حكايتي؟ اكيد بوز الاخص اللي اسمه صبيح راح قابل مدير المستشفى وقال له. ازيك يا سي فوزي؟ اهلا يا منوسة. عامله لك النهارده صينيه بساقعه النمائيه تستاهل بقك. طيب اعملي لنا شويه شاي للدكتور. على عيني على عيني. حاضر. مين دي يا فوزي؟ دي منوسة السكرتيره بتاعتي. طب الحل ايه دلوقتي يا فوزي؟ هجيب مصاريف ليا انا وامي منين؟ هتتدبر باذن الله، هحاول اشوف لك وظيفه في مستشفى تاني. وظيفة؟ انت شايف الوظيفة بتتحدف، ده البلد كلها عطلية. يا ستي مش عايزك اعتلي هم ولا تزعلي نفسك خالص يا زهرة والنبي. زعلش ازاي يا فوزي؟ القرشين اللي كانوا بيطلعوا لي من الادوية خلاص بح، مش عارفة اجيب فلوس منين دلوقتي. هتتدبر باذن الله. هقول لك يا ستي، القرشين اللي بيطلعوا لي من الشغلانة دي هنقسمهم سوا لحد ما ربنا يفتحها معاكي يعني وتمشي. نقسم ايه يا فوزي؟ هو انت لقيت تاكل؟ يعني الوقت خطيبك ده من ساعة حكاية اخته وما ورناش خلقيته. ده حالتهم تصعب على الكافر يابا، مش لاقيين ياكلوا. هي يا اختي مش اتبطرت على عريس الغاني لغايه ما سابها وفلسع؟ زمانها دلوقتي بتتندم وتقول يا ريت اللي جرى مكان. يخرب عقلك يا ام الهنا، ده انت شعشعت نافوخي وخليتيني افكر. هما خلاص صرفوا نظر عن العريس ده يا بت. اهو ده اللي اعرفه. يعني خلاص بقى على المشاعر. قصدك ايه يا شملول؟ قصدي خير وشيعه ربنا لينا. هي مش بنتك دي لازم تتجوز جوازه وجوازه سقع كمان؟ هو ايه ده؟ ما تهدي على نفسك كده يابا. اما الخليل ده يروح فين؟ يروح على بيتهم، يروح على زينهم بعد الشر. برافو عليك يا ابو سريح. الله، هي الحكايه دي كانت تايهه عننا فين؟ هو انت كمان هتقومي على عمو ما تهدي كده ياما في يومكم الاسود ده؟ جاتك العرب خويا فار. بقولك ايه يا ابو سريع، انت دوس في الموضوع ده ما تسالش فيها، المهم تجيب لي قرار العريس ده فين. وحدوه. مش قلتلك هتفرج؟ المستشفى عندنا طالبه 3 ممرضات بدل اللي هيتجوز. يا اختي الهي ربنا يبشرك بالخير يا نوال. بقولك يا نوال، شروطهم ايه؟ دبلوم تمريض زي اللي معاكي وشهاده خبره وشهاده حسن سير وسلوك. حسن سير وسلوك؟ يبقى مفيش فايده. ليه يا حبيبتي؟ المستشفى عمرها ما هترضى تديني ورقه زي ديت يا ماما، اذا كان هم اصلا رافضيني عشان شاكين في سلوكي. ايه ده؟ قطع لساني اللي يقول عليك حاجه. هو اللي حصل ده شويه. الله يخرب بيتك يا صبيح. هو اللي راح لمدير المستشفى وفضل يزن على ودانه، قال له ان انا بسرق الادويه من عندهم من المستشفى. امشي قطع لسانه، الهي ربنا ينتقم منه قطع الارزاق ده. عارفه مين اللي ممكن يجيب لنا الشهادتين دول؟ مين يا نوال؟ اطمني يا زهر، لو عايزه 1,000,000 شهادة هضربها لك، مع ان دي مش شغلتي، بس انا هعمل كده علشانك. بس انا عايزاهم على طول يا فوزي، احسن بعدين يستكفوا والوظيفه دي تطير مني. واخر ميعاد للتقديم امتى؟ نوال قالت لي اخر الاسبوع. ولا يهمك، هم 2 يومين والشهادتين هيبقوا عندك. ياما هاتي شاي لزهره. ايه اللي بتذاكره ده يا فوزي؟ ده قانون العقوبات يا واد. ربنا يتوب عليك بقى من الهباب اللي بتشربه ده، بطل بقى قوم نام. هقوم انام اه يا اما، بس بعد ما اخلص دول ان شاء الله. انا عايز سيجاره بني. بني بني. سيجاره بني. امي دي عسل عسل. الام نام. قوم. انام فين؟ دي القعده هتحلو وهتبقى لمه، وجالي حته شيشه لما نتفرج عليها جايه من ساحل العاج، عايز اجربها يا رب. وصلوا. ايوه جاي. نامت. يلا خير. اكلت ليه؟ يلا حبيبي 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 حبيبي. ايه
ايش يا شيخ؟ انا كنت قاعد بقى وامي عماله تقول لي نام نام نام. بقول لك ايه؟ ارمشي شيشان ماني والدي بقى. ليه؟ يعني ايه ماني والدي؟ يعني يدوي يعني كده ملهاش لازمه. الله، انا بص بقى جبت لك شيشه ديجيتال رقميه ثلاثيه الابعاد. يعني ايه دي؟ يعني ايه؟ ايوه، تدوس كده يطلع لك حته الحشيش تعمل كده. يعني يا خلو، يعني فيها كاميرا وبلوتوث؟ فيها كل حاجه يا خلو، كل حاجه. يعني ممكن افتح الشيشه بتاعتي دي وتبعت لي حته حشيش عليها؟ يا خلو امي نايمه، امي نايمه. يا امك هنا؟ ايوه، دي لو شيشتك بقى على نفس الشبكه. يلا يا معلم. يا جيتك ايه يا ودي خليل؟ بقول لك ايه، دلوقتي لما نيجي نحشش عليها نحشش ازاي؟ الباسورد شباك 3 5 شباك 3 5. طب استنى كده. ايوه شباك. ايوه ايوه شباك. عفوا، لقد نفذ حشيشكم. ناقص ده، ناقص تقول لي ضاع الشيشه وكركر المحاوله. يا خلو يا خلو يا عسل. امي بقى لها صحه تقول انت على الله بقى. ايه الليله الغم يا عم؟ ده كله كده. ايه العطلانه دي بقى يا عم؟ معلش، هو احنا لسه جينا اصلا يا خلو؟ خلي الشيشه دي معايا، اعمل عليها دراسه لنادي ونقعد مع بعض بكره. طيب حاضر. وكل الله مع الف سلامه. حاضر حاضر. سلامه. خلاص بقى سيب الحته دي. يلا مع السلامه. مع السلامه. انت قلت لي الباسورد كام؟ شباك 3 5 شباك. خلاص انا كنت تاني يا خلو. دخل يا خلو. يا الله، شباك 3 5 شباك. ايوه، لدي اللذينه اختراعي من اللذينه. اجرب عليها الحشيش بتاعي. عفوا، هذا الصنف غير موجود بالخدمة. امي نايمة. يا واد يا خليل، يا واد يا عسل، ايه يا واد الريحة دي؟ ايه يا بنتي رحتي فين؟ على فكرة بقى، انا مبسوطة قوي ان احنا بقينا في مستشفى واحدة، وانت كمان ربنا بيحبك انك بعتلك واحد زي فوزي ده. فوزي ده طول عمره ابن حلال. ابن حلال وبس؟ تقصدي ايه؟ انت فاهمة قصدي كويس. ما دريتيش مش النهاردة جالنا واحد من الناس اللي معاهم فلوس كتير قوي، بيقولوا عليه صاحب السنتر اللي عندنا. يا اختي ده على قلبه سنترات قد كده، ايه اللي حدفوا علينا ده؟ بيقولوا ضربوه بالرصاص. يا نهار اسود، مين ضربه بالرصاص؟ لغايه دلوقتي مش عارفين. دنيا، ناس على قلبها فلوس قد كده وناس مش لاقيه تاكل. يا اختي لو كان مات يعني كان هياخد معاه ايه؟ ما كله في الاخر بيتساوى. لا ما بيتساواش، هو على الاقل لو كان مات كان هيموت مره واحده، غيره بقى بيموت في اليوم مليون مره. انا ساعات لما بشوف حالهم بقول الحمد لله حالي احسن بكتير. المهم يا نوال، والنبي تساليهم يا اختي بكره هيسلموني الشغل بالظبط الساعه كام؟ ها يبعت لي حرد عليا. حل بترد عليا لك. سلامه قلبك، سلامه قلبك. رد علي الله يخليك. ما تكتمي، اكتمي بقى، اكتمي. ان شاء الله عدوي بك يحك. يا عبدي ردي يا حاج. يا لهوي يا لهوي، ما عم يحكي ولا اكل. حلوه الولا اللي انتوا عاملينها في دماغ الحاج يا جماعه، ما ينفعش الكلام ده. الحمد لله الحاج بقى احسن. قول لاختك هي اللي عماله تهلول. يا لهوي يا لهوي، جيب العوايب سليمه يا رب. كفايه بقى يا جماعه كفايه. وحدوه. الله الله الله، يا ابو خليل انت هنا؟ ده انا بقالي كتير ما شفتكش. معلش يا معلم، ما انت عارف انا كنت مشغول في الموضوع بتاع اختي. موضوع العريس؟ لا، موضوع البوليس المهموز اللي كادته من الدكتور بتاع الميكروكروم الصيدلي صبيح ده. راجل ابن مؤذيه، انت عارف من ساعه ما فتح الاجزخانه بتاعته دي وانا ما بينزليش من الزور.
هات الساوي، هات ساي وزيزة ومشاريب كلها على حساب هنا في القهوة. كله على حسابي. الله 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 الله، تبين عليك لسه قافش ميت. طبعا لازم العربية يا عم ومروق. أول مرة كده تتجرأ وتطلب مشاريب على حساب. أبو خليل ما خبيش عليك، أم الهنا بعتاني ومشيعاني ليك علشان أكلمك في موضوع الجواز. لا لا، موضوع الجواز فكك منه دلوقتي، أنا حالة معلم أبو سريع لا يعجب عدو ولا حبيب. ما أنا هريحك. بلاش تريحنا أنا، إيه الموضوع يا معلم؟ بقى أنا وأم الهنا شايفين إن جوازتك من بديعة شرحها يطول، وانت اللي هتقدر تدفع مهر 2000 جنيه ولا 3000 جنيه شبكة. 2000 جنيه يا ابو سريع، انت مش متفق معايا؟ 1000 جنيه مهر، 1500 شبكة. ايوة بس الدنيا بتغلى وانت راجل بقى مفتح وعارف. هات من الاخر، عاوز يا معلم؟ العريس اللي انت جبته لاختك ده راح فين؟ راح لحاله. انا بقى عايز اربطه للبنت بديع. تقصد ايه يا معلم؟ ما انا قلت لك هريحك، هريحك خالص وهديلك كمان عرقك. المهم تجيب لي العريس بتاع اختك. الله، يعني انت عاوز نسيب بديع واخد فيها خلو رجل؟ اسم الله عليك، هو ده الكلام ابو خليل. وهي موافقه؟ لا، امها هي اللي موافقه. طب وانا اتجوزها هي ولا اتجوز امها؟ اتفضل. هو اخباره ايه دلوقتي؟ مين؟ عزرائيل؟ هو انا مت ودخلت الجنة ولا ايه؟ ايه ده؟ هو انت الممرضة بتاعتي؟ ايوه يا حاج، تحت امرك. اسمك ايه يا شاب؟ ايه يا حاج؟ هنبتدي من اولها يعني؟ تقبر قلبي، شو بدك من اسمها؟ معلش يا حليمة، ما هو لازم يعرف اسمها. أنا اسمي زهرة. اسمك حلو جدا. بسم الله ما شاء الله، حضرتك وانت قاعد غير وانت واقف خالص. انت اكيد ابنه مش كده؟ يا تقبريني، شو ابنه؟ هذا اخي ماجد، يقبر قلبي، طيار قد الدنيا. طيار؟ اهلا وسهلا، تشرفنا. وانتوا بقى مين؟ احنا مراتاته يا حبيبتي، مدام فهيمه ومدام حليمه اختي، يبقوا زوجات الحاج. ما كفايه رغي بقى، هو في البيت رغي وهنا رغي. ارحموني، حرام عليكم، انا تعبان تعبان قوي. ما تقولش كده يا حاج، ده انت زي الفل والحمد لله. لا تعبان، واما اقول انا تعبان يعني تعبان. ممكن تتفضلوا بقى. يلا يا مدام فهيمة، يلا يا اختي، يلا بقى. تفضل. مع السلامة. خلونا نسيب الحاج يرتاح. تفضلي هنا. سلامتك يا حاج. طب اسيبك انا بالحاج وعدي عليك ان شاء الله كمان شوية. لا لا استني استني، انت خليكي جنبي. ايوه بس انت لازم تستريح. بقول لك خليكي جنبي، مش انت الممرضة بتاعتي؟ ايوه بس انت واخد حقنة منومة ولازم تنام وتستريح شوية. انام ايه؟ قلت يشوفك يعرف ينام. بقولك ايه، اطمني كده ان الباب اتقفل. هم قفلوا عليهم الباب ليه؟ يا مدام ايه لزوم القلق ده؟ احنا اللي قفلنا الباب، وبعدين ممرضة موجودة معاه، جايز تديله حقنة او بتغير له على الجرح. انتوا شفتوا عيونه شلون طلعت لبرا لما شاف الممرضه؟ الله اكبر، احنا ابتدينا بقى وجع الدماغ. السلام عليكم. لا استنى، تعال تعال نشوف يعملوا ايه جوه. يا جماعه عيب،
اللي بتعملوه ده عيب. ممرضة موجودة مع واحد لسه خارج من قط الإنعاش، هتكون بتعمل إيه معاه يعني؟ والله أنا معني مرتاحة، تقبرني يا ماجد، تفوت أنت تطلع عليه وهو. وأنا اللي بقول عليك يا عقلة يا حليمة. عقلة؟ عقلة؟ هو اللي يتجوز الحاج يبقى في عقل؟ مساء الخير. مساء النور يا كابتن، إزيك؟ الحمد لله، الحاج أخباره إيه؟ لا كويس الحمد لله، أنا سايباه نايم، خلصت ورديتي بقى وماشية. طب كويس خلاص، أنا اطمنت عليه، مفيش داعي تطلع. تسمح لي أوصلك؟ لا متشكرة، معايا توصيل. معاكي عربية يعني؟ لا أنا بركب ميكروباص. طب اسمحي لي إن أنا أوصلك. لا معلش مش عايز تعبك معايا، باي باي. لا لا في تعب ولا حاجة. أصل بيتي بعيد أوي عليك. تسمع على خير. يا زهرة. اهلا. بس انا يا فوزي. ما قلتليش بقى عامله ايه في الشغل الجديد؟ مبسوطه؟ الحمد لله، البركه فيك يا ست. وانا عملت حاجه؟ لا ازاي بقى، لولا الشهادتين بتوعك ما كنتش احلم ان انا اشتغل في مستشفى زي دي. مش قلتلك هتفرج؟ الحمد لله، بس في حاجه واحده بس مضايقاني يا فوزي. ايه اللي مضايقك؟ قولي لي مين اللي مضايقك وانا احبسهولك. الناس اللي في المستشفى عينيهم زي غايه قوي، خصوصا الراجل اللي هم جابوه من كام يوم ده اللي اتضرب بالرصاص، اسمه ايه؟ قصدك الحاج فرج ابو اليسر؟ ايوه هو ده. ما تعرفش ليه ضربوه بالنار؟ عموما التحقيقات لسه شغاله، اكيد حد من منافسينه. هي حاجه صعبه قوي، واحد كل يوم يسمع قتل وحوادث وضرب. ما تشغليش بالك بالمسائل دي خالص يا زهر، مالكيش دعوه. انا عايزك تفضي مخك كده وتخليكي في حالك وتركزي في شغلك وبس. على رايك. تصبح على خير. انت من اهل فوزي. ايوه شكرا مرة تانية. ده كده الحرارة عليت يا زهرة، طب معاكيش ترمومتر طيب؟ اهلا بالعسل بالعسل، نورت الدنيا. قولي لي بقى هيعملوا لي كام معايا في الشهر؟ وانت مالك انت؟ انا عمري في حياتي سألتك بيدوك كام في الشهر؟ يعني ايه؟ يعني مالكش دعوة. ازيك يما؟ ان شاء الله تسلمي. يا واد انت، يا واد سيبها راجع من شغلها تعبانه. ياما انا اخويا الكبير الحنين، لازم اخطط لها مستقبلها عشان اعمل لها قرش. مستقبلي؟ والنبي ياما تروحي سيبني في حالي، انا جايه تعبانه وعايزه ارتاح. مفيش تعب لما اعرف انت بتاخدي كام بالظبط. خد يا بنت انا تعالي قولي لي بتاخدي كام مرتوش في الشهر؟ باخد زي ما كنت باخد في المخروبه الاولانيه. انت ريحت؟ ثبتينا يا بت، الكلام ده فاكس معايا، ما يمشيش معايا. نوال صاحبتك بتقولي انك انت اشتغلت في مستشفى جامده جدا، الناس اللي بيخشوا يتعالجوا جوه لو عطشوا بس بيدفعوا الشيء الفلاني. طب وافرض يا واد انت، افرض انت مالك عايز ايه؟ هيكون عايز ايه؟ عايز طبعا لها في نص ميتي. واتجوز ازاي يامه؟ الراجل ابو بديعه عاوز يديني قرشين خلو كده ببنته وافسخ الخطوبه. انا لو منك اوافق طبعا، على الاقل الاقي لي قرشين اتشبرق بيهم. طب والحب؟ الحب يا زهره اللي معشش في قلبي، اللي بيني وبينها حب مشاعل اللي مش عايز يطفي. تبقى هات المطاف يا خليل تطفهولك. شايفه يا اما بنتك بتتنور عليا وعايزه المطاف تيجي تبلني. والنبي معاها حق. معاها حق؟ خربت بتاخدي كام يا بنت؟ جاتك وكسه في دي جوازه النهارده يعني؟ ما قلتش اي 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 اي. لا اي ايه؟ وفي ايه بقى احلى من كده؟ بالشفا يا حاج. الله، احلى كلمه بتسمعها وداني. وبعدين معاك بقى. تعالي بس رايحه فين؟ تصدقي بالله؟ لا اله الا الله. انا هخلي الواد منتصر مدير مكتبي يجيب ريكوردر عشان اسجلها لك. دي ولا اغاني ام كلثوم؟ طب يلا عشان لك دي بقى عشان تنام شويه. يلا. لا انام ايه، حرام عليك، ليه عايزه تحرميني اشوف القمر؟ وبعدين معاك بقى، حد بعدين يخش علينا يسمعك بتقولي الكلام ده يقول عليا ايه؟ ما يقولوا اللي يقولوه. انا هزعل منك، ولو زعلت منك مش هتكلم معاك تاني. حرام عليك، حرام عليك تحكمي عليا بالاعدام. ودي صوتك احسن، بعدين مراتك الاثنين يطبوا عليك. يا ساتر يا رب، ايه اللي جاب سيره ريا وسكينه دلوقتي؟ لا قول يا حاج، هو انت اتجوزتهم ليه؟ انا اقولك من ساعات كده بعيد عنك الواحد تجيله مصيبه من حيث لا يدري، اهم دول عاملين زي الرصاصتين اللي صابوني. الا بالحق، هو مين اللي كان عايز يقتلك؟ نفسي اعرفه، نفسي اشوفهم عشان اشكرهم على انهم ضربوني بالرصاص. تشكرهم؟ ايه الكلام اللي انت بتقوله ده يا حاج؟
ما هلولا ضربوني بالنار ما كنتش جيت هنا وشفت القمر. ايه انت ايه رايك يا حليمه؟ ايه رايك؟ انت فين؟ ماشي على قصر البيت؟ خشي يا اختي خشي خشي قولي لي ايه رايك في المصيبه اللي احنا فيها دي؟ ما بترديش عليا ليه؟ انت مش سامعاني ولا ايه؟ طولي بالك لساتني عم فكر، على كل حال اذا رديت عليكي هلا كانه انا عم بحكي مع حالي. لا لا ردي يا حبيبتي، لبست السماعه لبستها هي. هلا انت بدك رايي بشو؟ البت مقصوفه الرقبه بتاعت المستشفى، الممرضه بتاعت فرج. ايه لسه هتفضلي؟ يا رب استرها معانا. نعمل ايه؟ دي فظيعه. يعني شو بده يكون بدها؟ بده يكون بدها مصاري بخشيش مثل ما انت قلتي. لا لا يا اختي لا، الحكايه مش كده مش كده خالص. الحكايه ان البت دي باين عليها دايره بتلعب بالبيضة والحجر، احنا مش لازم نسكت على كده ابدا. يعني شو بدنا نساوي؟ الحجي لساته بمرحله خطر والدكتور قال ما بصير نحكي معه مشان ما يزعل. خطر خطر ايه؟ خطر ايه؟ ده احنا يا حبيبتي اللي في مرحله الخطر. هاي ايه بنت مون عايزه ايه؟ طيب انا هطلع اغير له دلوقتي. هو مفيش غير في المستشفى ولا ايه؟ امشي. يا صباح الخير. يا صباح الفل يا كابتن. اخبار الحاج ايه النهارده؟ انا اصلي بقالي يومين ما شفتهوش. الحاج زي الفل، انا حتى مصدقت ان عينيه راحت في النوم، سبت شويه استريح. اجيب لك حاجه تشربها؟ لا لا متشكر. اكيد شغلانتكم دي صعبه صح؟ لا خالص، احلى حاجه في الدنيا ان انت تبقى بتشتغل يعني على راحه الناس. علشان كده سموكم ملائكه الرحمه. تفتكر دلوقتي في ناس ملائكه؟ انا متاكد من الكلام ده، ما انا شايف واحده منهم قدامي دلوقتي. هو انت ليه النهارده مش لابس البدله بتاعتك والبتاع اللي بتحطها هنا دي؟ عجبتك البدله؟ اه. شعر الطيران ده بيتحط من ناحيه الشمال فوق القلب على طول. ويا ترى القلب بقى بيبقى فاضي ولا مليان؟ هو بصراحه القلب كان فاضي، بس من يومين كده اتملى فجاه، اتملى اكسجين وحاجات حلوه انت تقصد ايه؟ والله خايفه اقول لك تقومي تزعلي. يا لهوي، انت حد يتضايق منك ولا يزعل منك؟ لا يمكن حد. يا صباح الخير يا صباح الفل. ايه ايه مالكم؟ في حاجه ولا ايه؟ هو الحاج كويس؟ الحمد لله الحاج كويس. الحاج زي الفل، بس يا ريت صوتك توطي صوتك شويه عشان في ناس عيانه والحاج برضو عيان. اه انا اسف، واضح ان انا جيت في وقت غير مناسب. انا على فكره ممكن انسحب. لا لا انسحب ليه يا اخي؟ ما انت جيت خلاص. انا اسف. على ايه؟ انا عندي اصلا مريض فوق راح اغير له. ما تزعليش مني يا زهره. على فكره انا اسمي انسه زهره، وبعدين اسف على ايه؟ هي مالها الممرضه دي؟ شكلها كده اتضايقت من وجودي. ما افتكرش ما افتكرش انها اتضايقت من وجودك، يعني بالنسبه لها وجودك زي عدمه بالظبط. يا سلام، امال ليه اول ما جيت راحت ماشيه؟ ما قالت لك عندها شغل؟ دي ممرضه بتدي حقن بتشوف الناس العيانه. وحبك الشغل يعني اول ما انا جيت؟ ما كانت واقفه معاك وقاعدين تصوصوا لبعض، ما حبكش الشغل ساعتها يعني. انت عايز ايه بالظبط؟ السلام عليكم. شغل ايه يا عم؟ انت بتصدق الكلام ده؟ ده حركات. اه والله. صباح الخير. صباح الخير استاذ منتصر. قولي الحاج اخبره ايه النهارده؟ كويس؟ والله الحاج كان كويس لغايه قبل ما هيشوفكم. هي اللي ما تتسمى عنده جوه؟ الله اعلم. الله اعلم. معناتها جوه حقيقي. يلا يا اللي تتشك في قلبك. وحشتينا يا بنت المعدده. وانت كمان وحشتني. كنت فين يا منيل الوقت ده كله؟ اعمل ايه؟
ابوك عامل علينا قانون الطوارئ. سلام يا بت يا سلام. عارفه وقفتنا على السلم دي بتفكريني بحسين صدقي وفاطمه رشدي في فيلم العز ياما. جاتك خيبه اسمه العزيمه. انا عارف بقى. اقول لك حاجه يا خليل. قول يا حبيبتي. انت عارف ان انت كبرت في عينيا قوي. لما ابويا عرض عليك فلوس عشان تسيبني ويجوزني للعريس الغني وعرفت ان انت قلت له لا. طبعا قلت له لا. قال بيعرض عليا 10,000 جنيه حته واحده. ابويا؟ ايوه ابوكي. قال لي ايه في وسط القهوه وزعقت له بقى صوتي كده. قال بيقول لي خد 10,000 جنيه عشان يدفن حبنا، واحنا حبنا انا وانت بتبع ما يتقدرش بمال. يا لهوي. وايه ما يتقدرش بمال يا روح امك؟ ببقى... انا مش قلت لك 100 مره ما تقابليش الواد الجعري ده؟ لا بلها، انا جايب لها دبله من حقها اشوفها في اي وقت. يعني ما انتش ناوي تسيبها للعريس الغني وتاخد عرق؟ لا، العريس الغني العربي ده انت عايز تهب في الفلوس لوحدك، وانا راجل وطني زي علم مصر، الاحمر دمنا والابيض قلبنا واسود على اللي غشنا. بس باين عليها الصناره غمزت والحاج فرج وقع. ما انا بكلمك على الطيار، تقولي للحاج يا اختي هتعملي ايه بالطيار؟ حطي لي معاه في الهوا، خليكي تحت جنب الملايين. بس انت معذوره ما شفتهوش. يا خرابي على عينيه وحلاوته، والله طوله يا لهوي. زهره ما انت يا اختي حبيتي جلال قبل كده، خدتي ايه غير وجع القلب والبهدله؟ ماجد غير جلال، اسكتي. طب والحاج فرج؟ مالي انا ومال الحاج؟ مش كفايه يا اختي البلوتين اللي هو متجوزهم؟ هنبقى ثلاثه يا اختي. الثالثه ثابته، والراجل فلوسه بالهبل هيعوض صبر خير. لا ملياش دعوه انا بمشاكل الضراير دي خالص. على فكره بقى، اخوكي لو عرف ان الحاج فرج عايز يتجوزك وانت اللي بتقولي لا هيطب ساكت. عارفه لو قلت له هنكد عليك عشتك، انت عارفاه ديني عينيه ما تملهاش غير التراب. يا اختي انا هقول ولا حاجه، اوضه 13 بترنلي عن اذنك. بقول لك يا بت، ايه حكايه اوضه 13 اللي كل شويه ترنلك دي؟ وده 13 دي واحدة ست مش راجل. بقولك ايه؟ هتروحي الساعة كام؟ انا ورديتي لغاية بعد الفجر. اروح انا بقى. تاكسي يا هانم؟ المرة دي مش قادر اقول لا. اتفضلي. بالمناسبة أنا كل يوم بكتشف في حاجات جديدة. النهاردة اكتشفت فيها إيه؟ هو الجمال أنا اكتشفته من زمان. بس النهاردة اكتشفت فيكي خفة الدم والبساطة. كفاية كده. أنت بتجاملني؟ أنا ما بجاملش. هجاملك ليه؟ أنا بقول الحقيقة بس. قلت الكلام ده لكام واحدة غيرك؟ يعني حوالي 155 واحدة، جايز أكتر شوية أقل شوية، مش متأكد من الرقم. إيه اللي أنت بتقوله ده بقى؟ أنت طبعاً أول واحدة بقول لها الكلام ده. أنا أول مرة أعرف إن الطيارين عندهم مشاعر وأحاسيس كده. اللي هم الطيارين مش زي كل الناس؟ أنت مصرة تروحي بيتك دلوقتي؟ إشمعنى؟ أنا لسه ما اتغديتش. إيه رأيك نروح مكان نتغدى سوا؟ تقصد نتعشى؟ نتعشى، نتغدى، المهم نكون مع بعض. للأسف أنا مش هقدر، أصل والدتي ست كبيرة وعيانة، لازم أديها الدواء هتطلع الأكل. سلام. أنت ساكنة هنا؟ بص بصراحة أنا ساكنة في الحارة اللي جوه دي، بس مش هقدر أقولك تخش بالعربية، أنت عارف إن دي أماكن شعبية وكلام الناس كتير. أنا أسفة إني بقولك الكلام ده. لا عادي. أنا متشكرة أوي. تصبح على خير. وانتي من اهله يا زهره. ست زهره، ست زهره. اي عباس، والنبي لو في اسئله يعني كنت عايزك تديني حقنه فيتامين عشان حاسس ان انا مخروع كده شويه. طب هطلع اجيب الشنطه اللي فيها الحقن والحاجه وهنزل. لا لا، ما ده في كل حاجه جوه، كل حاجه موجوده جوه. اتفضلي اتفضلي اتفضلي، كل حاجه موجوده. اتفضلي يا استاذ زهره.
ادي الحقنه وادي السرنج وادي القطنه. ما عندكش زبرته؟ ده انا عندي ازازه الكولونيا مليانه اهي. ماشي. قطن تاني كتير اهو. عاوزت اي قطن تاني؟ ومعايا سرنجه زياده كمان اهي. تسلم ايديك مقدما. اديني بكره خيط حمراء وواحده سوداء. مفيش دلوقتي بكره يلا. يا انا مش شايفاها قدام عينيا اهي. يا ست الالوان دي شحها عندي توكلي على الله بقى. يا اختي ايه مالك؟ انت تعالى معايا اتوكل على الله. طب يا اخويا ما تسوقش. يلا 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 مشغول. طب يلا 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 مشغول. اه مشغول يا اخي مشغول قوي يا اخي. يلا مشغول. ايه ده انت بتقفل باب المحل ليه؟ اصل انا قلت برضه استاذ يعني ايه وانت بتديني الحقنه يعني ممكن يعني زبون يخش ولا حاجه ايديك ترعش ولا حاجه يعني. طب هات الكولونيا والقط والقطن. اسود دي كانت بتديني حقنه يا ولاد. حقنه؟ حقنه اللي بتديها لك وانتوا قافلين عليكم الدكان دي باين عليها حقنه شرجيه. روح امك انت وهي. انت فهمتي غلط. انا والله العظيم كنت بديله حقنه. الحقنه حتى اهي لسه في ايديا. بنت شغل الثلاث ورقات ده مش عليا. انت فاهمه ولا لا؟ ايه قله الادب دي؟ انا قللت الادب يا سفله يا بتاع شغل. ايه يا ولاد؟ يا ولاد كانت بتديني حقنه. انت تركيه يا سهله. يا ولاد يا ولاد يا ولية 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 يا خليل جوزي البيه المحترم والست الهانم اختك. اخش عليهم الدكان الاقيهم قافلين عليهم الباب ولا بتديله حقنه. ايه كده؟ طب تعالوا قدام يا بنت. تعالوا قدام يا مرحبا. ايه يا مرحبا؟ ايه يا رئيس؟ امشوا قدام امشوا قدام يا خليل. يا صايعه يا بتاع النسوان. والله كانت بتديني حقنه. خشي الوقت يا مرات عباس اخر دواتي دخلت عليا وانا بدي له حقنه في المحل افتكرت ان هو بيعاكسني راح ضرباني. وانت بنت ايه اللي يحصلك جوه الدكان يا بنت؟ اوعي يا شيخه نايم ده انت سدتني على الدهر. انا مش فاهمه ايه حاطه في دماغها ليه ان انا عايزه اعلق منها الراجل المعفن ده. يا اختي خليها تتلهي دي وليه مجنونه دي اخرى. ايوه امال ايه مجنونه؟ هي كانت تلاقي حد يشمها؟ اه امتى نخلص من القرف اللي احنا فيه ده؟ كنا ممكن نخلص من زمان لو الهانم دي وقفت على الراجل العربي اللي كان متقدم لها. انت كنت لازم تطلبي عربيات كتير كان زمانك دلوقتي متسطره في قصر بدل ما متسطره جوه دكانه. خش خش خش. يا واد مش كده يا واد. ايه هو الراجل اللي عايز يتجوز ده لازم يتجوز واحده صغيره. كيفك اليوم يا معجل؟ شبك حبيبي بشو شعري؟ لا اصلي بفكر في موضوع. اخوكي باين عليه بيحب يا حليمه. ايه والله هذا الكلام كتير بيفرحني. اصلا انا ماني مصدق امتى هو يتجوز ويرتاح مع مره هو يختارها. مظبوط هالحكي اللي عم تقوله مفهمه؟ جايز. ها شو يعني؟ قولها بقى قولها يا ماجد مين ورايح قلبها. وحتى لو عرفت يا ست فهيم يعني هتعمل ايه؟ يعني انت بتعرف الحجي بس يقوم بالسلامه بيساوي لك كل شيء بدك اياه. مش مهم الحج المهم اللي بفكر فيها. يا ماجد ده الحاج بيحبك زي ابنه بالظبط لا يمكن هيأخر عليك اي حاجه. حصر علينا حرمناه من الولاد لما خلفتنا كلها جت بنات. اخ والله هذا اللي انا خايفه منه. خايفه يدور على مرايا اللي تجيب له الصبي. طيب قولي يا ماجد ان شاء الله كده لما تتجوز تحب تخلف ولد ولا بنت؟ يعني افترضي بانه ما جابت له الصبي بيروح بيدور على مره تانية؟ طبعا تانية وتالتة ورابعة لحد ما تخلف لي ولد. مال بنهزر؟ ايه ده؟ بتقول ايه؟ اه طبعا بهزر. احنا ما تفرقش معايا لا ولد ولا بنت. انا اللي يفرق معايا الحب. ايوه كده يا شيخة عدنان. شفتي؟ اخوكي باين عليه واقع له شوشته. قلي يا ماجد مين هي السنيورة يلي شاغلت لك بالها؟ هتعرفي في الوقت المناسب. انا اول مرة اعرف ان الطيارين عندهم مشاعر واحاسيس كده. ليه هم الطيارين مش زي كل الناس؟ انتي مصرة تروحي بيتك دلوقتي؟ اشمعنى؟ انا لسه ما تغديتش
ايه رايك نروح مكان نتغدى سوا؟ اه تقصد نتعشى؟ نتعشى نتغدى، المهم نكون مع بعض. للاسف اصل والدتي ست كبيره وعيانه، لازم اديها الدواء هتطلع الاكل. انا متشكره قوي. ربنا يجعله بالشفا ان شاء الله. ما دام من ايديكي يبقى بالشفا ان شاء الله. ممكن بقى اطلب منك طلب بس ما تكسفينيش. ماشي اؤمري يا حاج. افتحي علبة الشوكولاتة الغالية دي واكبشي منها حبة. عشان خاطر عيونك انت بس. مع اني ملقاش في الشوكولاتة خالص. الله الله الله، ايه بنت اللي بتحطيه في جيبك ده؟ شو هاد يا روحي؟ شو هاد اللي بيديك؟ ده الحاج قال لي اخد شوكولاتاية، اخدت واحدة. يا ساتر يا ساتر يا رب. مش تخبطوا على الباب ولا تقولوا احم بدل ما تدخلوا زي القضا المستعجل كده؟ كيفك اليوم يا حجي؟ لا بتقبر عيوني، انا شايفتك تاخد العقل. ما شاء الله ما شاء الله، انت كل يوم احسن من اللي قبله. يلا يا حبيبي شد حيلك عشان تخرج من المخروبه دي. انا جبت لك معايا الاكل اللي بتحبه. لا 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 معلش، لا كله للاكل بقى، يعني هو ما ياكلش غير اللي كاتبه عليه الدكتور بس. نعم انت حبيبتي مش خلاص اديتيله الدواء؟ مستنيه ايه؟ ما تتفضلي بقى من غير ما ترد. الله، انت كمان هتتدخلي في شغلها؟ شو حبيبتي، ما عندك مرضه غير الحجي؟ روحي شوفي شغلك. اما والله عجايب، انتوا هتفهموا في شغلها احسن منها. بقول لكم ايه، اللي عايزه تقعد منكم هنا تقعد، ما تفتحش بقها، مفهوم؟ بالراحه يا حاج فرج، النرفزه عشانك مش كويسه، الجرح لسه ما قفلش. لا تقبريني، نحن بس ما بدنا نعطلك. طب ممكن تسيبوني بس اعدل له المخدات؟ ده بعد اذنكم طبعا. يعني اعدلي اعدلي يا زهره زي ما انت عايزه، سيبك منهم. شهد على الافتراء، انا كنت عملت ايه في دنيتي يا رب؟ ممكن بقى تتفضلوا في الصالون؟ البنات عايزين يشوفوك. تعالوا يا بنات يا بنات، تعالوا بسرعه شوف ابوك. يلا يا حبايب يا حبايب. ما حبايب واحد يا حبيبي، لو عوزت حاجه ابقى اضرب لي الجرس. تعالي هنا، انت شفت الشوكولاته اللي بتجيبيها؟ ايه لا حول ولا قوه الا بالله. عجبكم كده؟ اديكم زعلتوها، مين بقى اللي هيديني الحقن بعدها؟ صباح خير. صباح النور. اخبار الحاج ايه النهارده؟ كويس الحمد لله. ايه مالك، في حاجه؟ مفيش. الله، مش عوايدك يعني، انت على طول حتى بتبقي مبتسمه. انا مش فاهمه ليه ست حليمه والست فهيمه مصممين كل ما يشوفوا خلقتي يدوني كلمتين في جنابي يسموا بدني. انا كنت عملت لهم ايه يعني؟ بيغيروا منك يا زهره. يغيروا مني يا حسره على ايه؟ هو انا فين وهم فين؟ انت فين وهم فين ايه؟ اصل عدم المؤاخذه الجمال والحلاوة ملهمش أي دعوة بالفلوس. ويخافوا مني ليه؟ أنا كنت هعمل لهم إيه يعني؟ يعني الحاج أصله له سوابق خصوصا مع الممرضات، فما بالك بقى لما تبقى واحدة زي القمر كده. آه، رد مستشفيات كتير يعني، وهو بقى بسلامته داير كده يتضرب بالرصاص. يخرب عليك يا زهرة، ده بتشربان. كتر خيرك، عن إذنك. استني بس، هو عدم المؤاخذة الأختين الحلوين هنا وشيرين جوه؟ أمال أنا خرجت من الأوضة ليه؟ طبعاً كرشوني. يا بختك حق. تقور قلبي يا حجي، اشرب العصير كلته. لا يا حبيبي صح، اوعى كده اوعى، خد من إيدي. الحقنا يا منتصر. خد يا حاج، خد اشرب اشرب من إيدي. تمام تمام، تقبرني تقبرني. تقبرني أنا بقى؟ أنا بقى تقبرني مرة؟ يا منتصر خلصني من ريا وسكينة، دول عايزين يسموني. لو سمحتوا حضرات، عايز اتكلم مع الحاج في شويه شغل كده. يا سلام، ما تتكلم يا اخويا، وانت تتكلم قدام حد غريب؟ ده احنا مراتاته. ايوه مراتاته. وانا من امتى ان شاء الله بتكلم في شغل قدامكم؟ يلا كتر خيركم، مع السلامه. خلونا نتكلم في شغلنا، الشغل متعطل. يلا يلا يا بنت وهي العصير يا حجي. بالهنا والشفا، اشربوه انتوا بس اقفلوا الباب وراكم. مثل ما بدك يا ساتر. ايه رايك بقى في التصريفه دي يا حاج؟ عاملين زي العمل الراضي. المهم عملت ايه مع ولاد الابلسه دول؟ كله تمام يا حاج، التلات مخازن بقوا فحمه. الله ينور، والشغل كان نظيف؟ انضف من الصيني بعد غسيله يا حاج.
عشان يبقوا عبره لغيرهم. ورضيت الرجاله اللي اشتغلوا؟ كلهم مبسوطين يا حاج وبيدعولك. لا بالحق يا حاج، الزهره الجميله كانت واقفه بره متضايقه، هي خرجت ليه؟ طفشوها ولاد الهرمه. يا حاج انا عايزك ما تغوطش في الموضوع ده قوي، مش ناقصين وجع قلب. احنا حاج باذن الله عايزينك تخرج من المستشفى هنا وايدك فاضيه. خليك في شغلك، انا حر اعمل اللي انا عايزه. ايوه يا حاج، بس انت سوابقك كترت قوي في المستشفيات. غصب عنها منتصر، مش قادر، قلبي مش يحتف عليها. هو ده اللي انا كنت خايف منه وعامل حساب يا حاج. لا ما تخافش، ان شاء الله اللي تخاف منه ما يجيش احسن منه. قال لي قول لي الواد ماجد ده بقاله كام يوم غطسان محدش بيشوفه، ما تعرفش راح فين؟ ايه يا ابني ده؟ انا اول مره اشوفك في الحاله المقندله دي. ايه اتدبيت على بوزك ولا ايه؟ عرفتها فين دي؟ في المستشفى اللي رأت فيها الحاج. دكتوره؟ لا لازم كانت بتزور الحاج. لا امال ايه؟ بتشتغل في السكيورتي بتاع المستشفى؟ الممرضه بتاعت الحاج. طب طمني، يا حلوه؟ جامده جدا، يعني تقدر تقول اجمل من رأتها عيني. يا سيدي وكمان بقيت شاعر، ده انت حالتك بقت جيم. جيم وخاه وحاه لحد ما توصل لاخر الحروف الابجديه يا فريد. ماشي يا عم. طب انت ايه ناوي على ايه؟ والله ما اعرفش، اما اشوف الموضوع هيمشي ازاي. انتوا ما اتكلمتوش مع بعض؟ اتكلمنا، واللي عجبني فيها انها بنت واضحه وبسيطه وصريحه وما حاولتش تكذب عليا. تكذب عليك ازاي يعني؟ يعني من ناحيه مستواها الاجتماعي. يا عم مستوى ايه؟ انت مش طول ممرضه باينه. بس واضح انها من مستوى اجتماعي بسيط جدا وساكنه في حي شعبي قوي. خلاص يا عم خد لك يومين معاها واقلب. اخد لي يومين معاها ليه يا حبيبي؟ وانت فاكرني زيك؟ هو في احسن من كده يا حبيبي؟ حرام عليك، احسن بالنسبه لك، لكن دي مش مبادئ انا. يا حبيبك يا بتاع المبادئ انت. ايه ده؟ استنى هنا قول لي، انت مش بتقول انها الممرضه بتاعت الحاج؟ اه وده بقى الخطوره. الخطوره؟ الخطورة ازاي يعني؟ هو انت فاكر يعني ان جوز اختك هيعتقها؟ يا ابني ده راجل زواقة زي العبد لله كده. لا ما افتكرش انه هيقدر المرة دي. اشمعنى يعني؟ يا ابني ده راجل خبرة خبرة. لكن زهرة دي حاجة مختلفة خالص، مش هيقدر. ما تسبقش الاحداث انت بس، جوز اختك لسه ما نزلش بتقله، هو مش لسه مكوع في المستشفى اما يفوق هتشوف. لا لا لا، واضح ان زهرة دي حاجة تانية خالص، مش زي اللي عرفهم قبليها. يا حنين يا رومانسي، بس عيبك بقى ان انت رومانسي، والرومانسي ده بيعيش في خياله لكن ما يقدرش يشوف خيال الحج. تراهن؟